السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم متفرج على قناة بيم أريبيا. ودلوقتي هنشوف ازاي نعمل فاميلي بسيطة عبارة عن دايرة وازاي نتحكم فيها ونعمل برنتر. مثال على البرنتر في الفاميلي لما يكون في حتة دائرية، هقول له نيو، تختار بقى اللي انت عايزه حسب بقى انت عايز حاجة ميكانيكا كهرباء معماري انشائي. دلوقتي انا مش عارف، هقول له جينيريك موديل بالشكل دوت. طيب دول اتنين ريفرنس موجودين اهمت عشان يساعدوك في الرسم. طيب انا هاجي دلوقتي هقول له ان انا عايز ارسم حاجة دائرية، فتيجي من كرييت هتقول له اكستروشن واقول له انا عايز ارسم شكل دائري سيركل، واختار هنا اهوت وهرسم بقى اي دايرة. تمام، وممكن احول ده ل دايمنشن بالشكل ده. طيب لو انا عملت سيلكت على الدايرة هيقول لي سنتر مارك، اعلم عليها عشان يوريني السنتر مارك. السنتر مارك ده هتفيدني في ان انا اربط الريفرنس دوت مع الدايره واقفلهم مع بعض بالشكل دوت، بحيث ان لو واحد فيهم اتحركت التاني اتحرك معاها مباشره. تمام، طيب ينفع اجي هنا وادي لده بارامتر معين، هقول ده مثلا الريديوس. تمام، طيب اوكي، يبقى انا لو جيت هنا وغيرت الرقم دوت 1200 مثلا خليتها 600 ابلاي، يتغير بالشكل دوت، هتخلص 3000 هتبقى بالشكل دوت. تمام، او ممكن تيجي تقول له انا عايز من الانوتيت عايز اقول له الريديال اهوت، او ممكن تقول له انا عايز الدايبتر كله اهوت، وتدي ده مثلا ده رقم دايمتر دي. اوكي بالشكل دوت. طيب لو انا جيت هنا بقى دلوقتي قلت له اوكي، وهاجي هنا بقى في الالفيشن واقدر اتحكم في الارتفاع دوت. ممكن تيجي هنا ترسم ريفرنس لاين وتخلي ده مرتبط بيه اهوت، تقفله وتخلي فيه هنا دايمنشن بين ده وده، والدايمنشن ده ممكن تسميه هاي اتش. تمام اوكي، وتقفل دوت. طيب لو انا جيت هنا هتلاقي ممكن تقول له بقى تربطهم ببعض، يعني مثلا ممكن تقول له ايه الاتش دوت هتاخد نفس الرقم بتاع الاور. تمام، يبقى هو اوتوماتيك هيبقوا مربوطين ببعض. تمام، وده الدايمنشن ده هيديني الرقم اللي انا عايزه. فلو ممكن في اي لحظه خلينا مثلا ده 700 مثلا هتلاقي اتغيرت فيه كل حاجه.